مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق. قد تكتسب إيران قريبا القدرة على إنتاج مواد نووية كافية لصنع أسلحة. عندما كنت وزيرا للخارجية خنقت قدرة إيران على تأجيج الإرهاب وردعت قدرتها على إنتاج سلاح نووي، ومع ذلك عاد بايدن إلى السياسات القديمة التي تقوي الملال في إيران. لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية. تواصل إيران الكذب على المفتشين النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعرقلتهم بدون شفافية كاملة. ليس هناك أي جدوى من أي اتفاق نووي مع إيران. على الولايات المتحدة وحلفائنا محاسبة إيران عبر توبيخ رسمي من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. باربارا سليفن مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي: إن قصف المنشآت سيؤخر برنامج إيران النووي بشكل مؤقت فقط، وينشر إشعاعاً مميتاً ويقتل الآلاف. عندها ستشعر إيران أن تطوير قنابل نووية له ما يبرره لردع هجوم آخر. لا توجد خطة باء. دينيس راس مستشار معهد واشنطن: تهدد إيران بمنع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها إذا انتقدها مجلس محافظي الوكالة لفشلها في تقديم إجابة موثوقة عن سبب العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع، حيث لا ينبغي أن يكون هناك نشاط إشعاعي. أستطيع إعادة صياغة موقف إيران كالآتي: إذا رأيتنا نغش، كيف تجرؤ على الاتصال بنا؟ فريتا بارسي نائب رئيس معهد كوينسي: كان قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية معتدلاً، وكذلك كان رد فعل إيران حتى الآن. على الرغم من الضجة الإعلامية، لا يبدو أن أي من الجانبين لديه الرغبة في تصعيد حقيقي. كان بإمكان بايدن وكان يجب عليه أن يعود ببساطة إلى الاتفاق من خلال أمر تنفيذي. بدلاً من ذلك اختار بايدن الاستمرار في عقوبات ترامب والتفاوض على العودة إلى الاتفاق بعد 18 شهراً من ذلك. اقترب برنامج إيران من الوصول إلى خيار السلاح أكثر من أي وقت مضى. بايدن محق في وصفه لعقوبات الضغط الأقصى التي فرضها ترامب بالفشل الذريع، ولكن إلى متى يمكن لبايدن الاستمرار في تلك السياسة ذاتها دون تحمل المسؤولية على استمرار فشلها؟ نورمان رول خبير أمريكي في الشؤون الإيرانية: تؤكد تهديدات إيران حجة منتقدي خطط العمل الشاملة المشتركة أنه في حين أن الصفقة تفرض رقابة كبيرة وقيودا مؤقتة على المشروع النووي الإيراني. لن تلبي إيران الطلبات المشروعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما يتم تحديد الأنشطة السرية المشتبه بها. جيسون بروتسكي مدير السياسة في منظمة متحدون ضد إيران نووية: كيف يمكن للبيت الأبيض أن يجمع بين التناقض الحاصل في كون الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا يتفاوضون في فيينا مع غريمتنا إيران في الوقت الذي كانت هي تحاول شن هجوم سيبراني على مستشفى الأطفال في بوسطن؟